سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. الروتين اللي كندير يديا ديما تقريبا فاش كيتكرفصوا شي شويه، المهم راكم عارفين، مع الشقه هما حوايج بساطين بزاف البنات. انا ماشي من داك النوع اللي كنبغي ندير بزاف ديال لي برودوي. هو الورد، عندي هنا ورد يابس، انتم كتشوفوا معايا كي داير. يمكن لكم البنات ديروه طري، ما كاينش مشكل. عندي هنا واحد جوج ديال قشور ديال الليمون، هكا دايرين بحال هكا، كنيبسهم البنات في الشميشه حتى كييبسوا. من بعد كنخبعهم شي قرعه ديال الزاج، كنحتاجهم بزاف ديال الاستعمالات ان شاء الله. دابا نشوف علاش كنبعد. عندي هنا شويه ديال الخزامه، كما عارفين الخزامه انا شخصيا كتعجبني ريحتها غزاله. هذا الشيء البنات اللي غندير دابا، هادو غنديرهم اللي تكونوا دايرينو لهذا الاستعمال بالضبط، مثلا اللي يديكم او لا، مهم كديروا لهذا الشيء بالضبط. اول حاجه كنديرو دفارنا من صباغه قديمه اللي كانت عندنا، شي صباغه قديمه في الدفار. هانتوما تشوفوا يعني بصراحه كيوليو اليدين، ما تحتاجش انك تمشي للصالون او لا، يعني غير في دارك انك تصاوبي ضفيراتك غير بشي حوايج كاينين موجودين، ماشي غاليين، يعني غير كتفاري بهذا البرودوي، هذا معروف، راه كلشي تقريبا كيستعملو. صافي البنات، غادي نمشي نجيب شويه ديال الماء سخون باش غادي نبداو. دابا غادي نديرو في هذا البانيو، من بعد البنات فاش درنا الماء سخون هاد الورد وقشور الليمون والخزامه غنديرها في هاد الماء سخون. شوفوا معايا البنات بحال هكا، حيت الماء باقي سخون غندير شي معلقه وغنحرك هادشي مزيان. طبعا الحال ما ديروش يديكم فيه هو باقي سخون، غتخليوه واحد شويه نيت على ما يطلق لينا هادشي، على هاد الخزامه وهاد الورد على ما يطلق لينا، وهاد الليمون هنايا في الماء عاد غيمكن لينا نخشيو يدينا هنايا. كما قلت لكم البنات كيبقاو هاد الطرق هما الافضل صراحه، هما الافضل ليدينا او لا حتى لوجهنا. مثلا انا نديرو بخار الوجه ديالنا بالطريقه، يعني كيبقاو شي حوايج طبيعيين، ما كاين ما احسن منهم. احسن البنات من ديك لي برودوي اللي كيكونوا غاليين وللاسف، واخا بطبيعه الحال كتكون عندهم نتيجه ماشي 100%، ولكن كيكون عندهم تاثير خايب على البشره ديالنا، سواء ديال اليدين او لا ديال الوجه او لا ديال الجسم بصفه عامه. المهم البنات نخلي شي شويه يدفى ليا هاد الماء، ومن بعد غندير فيه، وما نقولكمش على واحد الريحه رائعه جدا البنات، غزاله بزاف. البنات يديكم خليهم هنا في هاد البانيو، وعلى شحال ما قديتو قسم قسمين حتى الا بغيتو ساعه غير كنضحك معكم. المهم القدر الكافي اللي نتوما تقدروا انكم تبقاو دايرين بحال هكا هنايا، على ما كيرطبوا اللذيذات وكيستافدوا كيستافدوا من هاد الخزامه والورد والليمون. المهم عاد كنحيدو يدينا البنات، من بعد ما كنحيدو يدينا كنحاول اني نحيد هاد الشيء اللي بقى لاصق هنايا بلا ما نغسلو ما والو، يعني خصنا نخليه بحال هكا. نحاول اني شي منديل اولا شي كلينيكس اولا اللي كان، صافي. دابا البنات غندوزو لمرحله اخرى اللي هي القماش. انا الطريقه ديال بزاف ديال البنات كيديروا القماش مثلا بالقهوه، المهم بزاف 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 اللي كندير انا سنيده، واللي كيجيوها الحبيبات ديال سنيده قاصحين بزاف، هذه راه رطبه البنات شوفوا معايا، يعني ماشي ما دوك اللي كيكونوا اللي زعما اللي كيكونوا قاصحين بزاف على البشره. وبالخصوص اليدين ما عندناش مشكل، كنظن يعني واخا نديرو لي بحال هكا ماشي مشكل. كندير القياس اللي يقدني ليديا، مثلا جوج معالق صغار، وغناخد شويه ديال الزيت البلديه. انا البنات هذا احسن قماج عندي لا بالنسبه لوجهي ولا ليديا، علاش؟ حيت النتيجه ديالو هائله بزاف. الا ما كنتوش البنات كديروه كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا، فريمون شي حاجه واعره، كيرد البشره رطبه، زعما شنو نقول لكم. غير غديروا غتحسوا بواحد الفرق كبير، وغتوليو كتفضلوه كاحسن قماش بالنسبه لكم حتى نتوما.
المهم البنات كنحاول ان نخلط درت جوج معالق ديال سنيده ودرت جوج معالق ديال الزيت حتى كيجينا بحال هكا. هانتوما البنات بحال كيجي كيجيني بحال هكا. وغادي نبدا نديرو اليديه بحال هكا بشكل دائري تماما كيف كنديرو الوجه ديالنا. البنات غنزيد واحد شويه ديال الحامض بحال هكا قطرات ديال الحامض بحال هكا فوق اليد ديالي وغنكمل القماش ديالي. كذلك هاد اليد غنزيد شي قطيرات بحال هكا البنات قطيرات شويه وغادي نفس الطريقه غناخد هاد البانيو ديالي في ديال الاول وغنخشي فيه يدي عاوتاني لكن هاد المره غير باش نغسل هاد القماش من يدي هاد سنيده اللي درت فيها بحال هكا. نحاول اني ناخذ شي حاجه باش نمسح كنمسح عاوتاني يديا صافي. نحاول اني نقي هاد البلاصه شويه وسخنا هاد الشيء. المهم البنات دابا غندوزو للمرحله الاخرى. البنات ملي كيكونوا ظفارنا موسخين ضروري غتدخلي لنا شي حاجه هنايا المهم راكم عارفين الظفار. انا كناخد معجون الاسنان وكندير واحد شويه في شي شيته بطبيعه الحال. نكون مبقيناش كنستعملوها اولا شرينا خصيصا على حساب يدينا. المهم شيته بحال هكا ديال الاسنان كندير فيها شويه ديال معجون الاسنان غير شويه حيت هاد المعجون ديال الاسنان ديال من شركه ديال فوريفر. البنات ما غنهضر لكمش عليه دابا نخليه ان شاء الله حتى شي فيديو اخر وغنهضر لكم على العنايه بـ 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 بالاسنان اولا بتبييض الاسنان. هاد المعجون البنات غزال بزاف صراحه واخا نقول لكم زوين حتى الصباح ماشي حاجه. المهم ما نهضروش عليه دابا نخليوه حتى الفيديو اخر ان شاء الله ونهضروا عليه اكثر. المهم خديت كما قلت لكم هاد المعجون الاسنان شويه وغادي نديرو هنا في هاد الماء. ديما هاد الماء هذا اللي غنستعملو ما غنغيروش وغادي نبقى ندير بحال هكا البنات نغسل مزيان ضفيراتي بحال هكا نتمنى يكون باين ليكم البنات غير بحال هكا. المهم نفس الطريقه بالنسبه لهذا غنعطيهم شويه ديال الوقت وشويه ديال الخاطر وانا كنحكم يعني انا زربانه كنزرب شويه دابا انا كنزرب شويه على حسب باش ما نطولش عليكم الفيديو. المهم غتحكوهم مزيان 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 تعطيهم هنا مزيان يديا في هذا المانيت او غادي نمسحهم عاوتاني. دابا البنات غندوزو لمرحله اخرى اللي هي غنحتاجو فيها هاد الكيردون غناخد واحد الحبه وغنقسمها على جوج بحال هكا اوبس بحال هكا يجينا بحال هكا شي شويه هذا شي شويه زعما هكا داير غلط شي شويه ما يجيش رقيق. وغنحتاجو كلشي البنات عندنا في الدار وكلشي بسيط وبلا تكلفه بلا حتى شي حاجه كيردون والمقص ديال الظفار. اول حاجه كنبدا هي اني كنبقى نقي ظفاري من هاد الجنب هذا كما كتلاحظوا معايا البنات كنبقى ندير لهم بحال هكا هنايا بحال هكا وانا كنرد هاد الحيمه هادي اللي عندنا هنا كنحاول ان نردها اللور شي شويه بحال هكا وانا كنقي فيهم النيت بحال هكا. كنتمنى يكون باين ليكم مزيان كنكمل البنات على هاد الطريقه وانا كندير بحال هكا كلشي ظفاري كندير لهم بنفس الطريقه بحال هكا كلهم كنجر الحيمه هاد الرقيقه اللي هنا اللور
وانا كندير بحال هكا، عاود نفس الطريقة بالنسبة لهذا. عاوتاني هكا، المهم البنات غنكمل على هاد الطريقة. المهم البنات كنقلب عاوتاني على هاد الجهة هادي الرقيقة، وكنحاول اني نحيد الى عندي شي حاجة هنا في هاد الجناب. يعني خصكم شوية ديال الدقة وشوية ديال الوقت والصبر، كتبقاو تحيدو الى عندكم شي حاجة هنايا في هاد الجناب بحال هكا. بحالي انا عندي شي حاجة دابا هنايا كنحاول اني نحيدها مع المدة. البنات راه ضروري الفرن كيتوسخو ضروري، بالخصوص ربات البيوت راه يعني راه ضروري غادي يتوسخوا ليهم يديهم او اللي يتكرفسوا ليهم منشقه. صافي غنبقى نقي طفاري من هنا وفي نفس الوقت من هذا الجانب هذا. ومن البنات هذه العمليه كتاخذ الوقت بزاف، يعني خصو واحد الوقيت ليديكم باش يطلعوا مزيان. صافي غنكمل كنحيد هاد الشيء اللي عندي هنا في هاد الجنب هكا بحال هكا البنات، غنمسح وعاوتاني غادي نعاود. وطفراني كذلك كنقيهم حتى هما من الداخل. البنات بالنسبه لهادو اللي كيكونوا عندنا هنا في الجنب، ضروري كتكون عندنا هنا شي حاجه المهم كيكونوا بحال شي حاجه نايضه هكا هنا في الجنب، كنحاول اني نحيدها هكا بالمقص بحال هكا. هانتوما معايا شفتوا معايا البنات انا حيدتها، كنتمنى يكون بين ليكم نفس الطريقه. هنايا كنجي للمقص لهذا الجانب ديالو هذا هو باش كنقطع بحال هكا بحال هكا البنات بحال هكا. المهم كنكمل على هاد الطريقه، غير هذا ما كيبقاش صالح. كناخذ البنات واحد خور، كناخذ واحد خور وكنبقى حتى كناخذ نعطي الوقت ليديا حتى كنقي يديا مزيان مزيان. المهم انا البنات دابا غنقيهم بالزربه باش من بعد نشوفوا النتيجه، باش انا ما نطولش عليكم. كنكمل يديا كنقادهم كما قلت لكم من هنايا، كناخذ الحامض وعاوتاني غادي نعاود ندير ليديا شويه ديال الحامض بحال هكا. كندير في الدفران نيشان هكا مباشره في الدفران كندير هذا الحامض. دهنت يديا كاملين بحال هكا بالحامض، تنتي يديا كاملين هكا بالحامض، غنخليهم واحد شويه ومن بعد غنشفهم عاوتاني. دابا البنات الترطيب كاين ما حسن البنات من زيت الزيتون، غزال بزاف في الترطيب. والبنات غتبغيو تنعسو في الليل ديما تبقاو دهنو يديكم بزيت البلديه ونعسو، كيبقاو ديما رطب وزوينين. انا درت دابا الزيت صافي شويه غنخليها في يديا واحد شويه كما كنقول لكم واحد شويه، ما كنبغيش نقول لكم الوقت بالضبط حيت نتوما علاش قضيتو، يعني اللي كان عندكم الوقت ودرتو مثلا العشيه واحد ساعتين في العشيه مثلا انكم تصوبوا فيها يديكم، يعني غيكون عندكم الوقت الكافي انكم تخليو الزيت في يديكم اولا تخليو يديكم في داك البانيو واحد المده طويله. يعني ما نحددش لكم الوقت، نتوما واللي بغيتو على حسب الوقت واش عندكم ولا لا، ولكن قد ما خليتو الحاجه في يديكم مده طويله قد ما كتكون النتيجه افضل. صافي البنات زيت البلديه راه ديما خصكم ديروها، ما عمرها يعني ديما تبغوا تنعسوا ديما تبقاو تدهنوا يديكم. راه هذه البنات نصبغ يديا بهذا اللون هذا، انا ما مولفاش ندير هذا اللون بصراحه في ايامتي العاديه، غير بغيت اليوم نديرو مولفه يعني في ايامتي العاديه كندير شي لون يعني مفتوح بزاف على هكا، هذا كنديرو غير في مناسبات. المهم اليوم غندير هذا. صافي البنات المهم نخلي الزيت في يديا ما امكن ومن بعد غندوزو. شوف البنات دابا غسلت يديا ان شاء الله، كما قلت لكم ما كاين ما فضل من زيت الزيتون كمرطب، ولكن شي مره كنبغيو نخرجوا مثلا ضروري خصنا نديرو شي كريم مرطب ليدينا، ما يمكنش نخرجوا وخصوصا الا كتشميش راه ما مزيانش اننا نخرجوا وحنا دايرين زيت البلدي، يعني ضروري نديروها غير في الليل. علاش على هذا الشيء ديروا شي كريم مرطب عندكم اللي كتستعملوه. المهم
دير شويه في يديا. غنبداو نصبغو الفارنة. اول حاجه غنحاولوا اننا نمسحو عاوتاني الفارنة من هذا الكريم اللي درناه او الزيت، يعني من اي حاجه تكون باقا لاصقة لينا في الفارنة خصنا ضروري يكونوا ناشفين مزيان. صافي، دائما من فوق لتحت، يعني كلنا الناس كنعرفو نصبغو الفارنة. هما البنات انا غنكمل بهاد الخطوات البسيطه اللي درنا البنات، كنحصلوا على هاد اليدين بحال هاد الشكل هكا. المهم البنات هذه كتبقى طريقه بسيطه وسهله وما فيهاش بزاف ديال لي برودوي، وممكن شتو استعملنا لكم شتو معايا استعملنا الحوايج اللي هما بساطين عندنا في الدار، يعني في اي وحده ممكن يكون عندها هاد الحويجات واللي ما كانوش عندها تاخذهم، يعني شي حاجه اللي رخيصه بزاف والنتيجه هائله وبحوايج طبيعيه بزاف. نوريكم اليد الاخرى ديالنا من بعد ما كنقادوهم، يعني ما تحتاجوش البنات انكم تمشيو للكوافوره او لا تخسروا فلوسكم على شي حاجه اللي يمكن لكم نتوما ديروها في ديوركم بحوايج بساطه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.